فأنا اليوم لو مسكت مسدس حطيت رأس واحد قلت غصب عنك انطق الشهادتين ما بدخل بالإسلام حتى لو أسلم. ولو واحد حط مسدس رأس واحد قال له أكفر وكفر ما بكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقضايا العقائد على فكرة هي قضايا رضائية، هي قضايا رضائية بحتة، ما فيهاش مجال للإجبار لا على الدخول فيها ولا على الخروج منها. فإحنا ما نشدش بعض إلا الحساب عند ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك إحنا بنرجع بنقول إذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس في هجرة الحبيب عليه الصلاة والسلام، الذي عندما دخل للمدينة المنورة عمل لهم دستور قال لهم تعالوا يلا خلينا نتفاهم. عندكم تخيل عن المدينة المنورة؟